ضيفنا اليوم صانع الأفلام محمد المشير، أهلا وسهلا فيك محمد معنا اليوم. حياكم الله. الله يحييك محمد. محمد طبعا نظام الأسئلة في البرنامج مجموعة أسئلة معتادة نكررها في كل مع كل ضيف، بعدين بنرجع للأسئلة اللي معنية بك. مستعد؟ نعم. نبدأ مع أول سؤال كالعادة، أوصف نفسك بكلمة. مكافح. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ حاليا تويتر انستغرام، شوية انستغرام. أجمل مكان زرته في حياتك؟ فريزر هير ماليزيا. مكان تحب زيارته؟ استديوهات الإنتاج في هوليوود ولا في أوروبا. جميل، يتعلق بتخصصك. طيب شخصية داعمة لك؟ سؤال صعب. مثلا عندي أنا صديق الآن في الجامعة ممكن مصر في الفترة الحالية يعني. لكن في فترات سابقة كان عندي عبد الرحمن الجميلي، بدأت معه في عملة في المجال، تعلمت مواد المولد، صديقي طارق حسان دعمنا وقبل لي فرص كثيرة. جميل. أما من هذا الأهل يعني ما كانش حقيقة. على كل نوجه لهم سلام من هنا جميعا. ومجال دراستك محمد؟ حقيقة أنا كنت أدرس لكن وقفت لأنه ما كانش تخصص مناسب، فحاليا على تخصص يعني كثيرة. طيب محمد الآن نتعرف عليك باختصار، من هو محمد المشير المصور وصانع الأفلام؟ في الحقيقة أنا مصور ومحرر فيديو وشغل مؤخرا في الجرافيكس، يعني أعتبر نفسي صاحب قضية أكثر ما أنا مصور أو صانع أفلام. عشت في اليمن إلى 2014، خرجت من اليمن، درست في ماليزيا، درست في قطر، درست في ماليزيا، حاليا اشتغل وأدرس هنا في ماليزيا. طيب دخولك في مجال الإعلام كيف كانت البدايات؟ أنا في البداية كنت رسام، أرسم على الرصاص، بس هذا كان يعني في مرحلة الإعدادية قبل 2010. بعدين بدأت الثورة، كنت أصور رافي في الثورة إلى ما ترفت إيدي، كان داعم مجال، دخلنا وتعلمت معه يعني قدمت فرص غير محدودة. كانت بدايتي من هنا في مجال الافلام. روابط عبد الرحمن الجميلي كانوا يعني داعمين في البدايه، في بدايه المشوار. جميل، نوجه لهم سلام ايضا. محمد تم اعتمادك في 2019 كمصور تجاري محترف وموصى به من جوجل للجولات الافتراضيه. محمد لو تحكي لنا عن هذا الموضوع وتعطينا الفرق ما بين المصور المساهم والمصور المعتمد. العمل مع جوجل هو المسألة هي بحد ذاتها بسيطة، لكن تستغرق وقت طويل. أنا تقريبا هذه السنة الثانية وأنا شغال معاهم. هو تطبيق جوجل ستريت فيو، نفس فكرة اللوكال جايد حق جوجل مابس، لكن هذه يعني في عندهم نقص، مش زي جوجل مابس، البرنامج مش معروف كثير. فجوجل عشان يحفزوا المصورين، لأنه هو مش أي واحد يقدر يشتغل فيه، هو فقط للمصورين عشان يدعموا المحتوى حق جوجل. فالفكرة هنا إنه في التطبيق يعني بيطلبوا مني اغطي الصور، الصور هي عباره عن صور 360 درجه استقبال افتراضي. ايوه، احط اعبي الفراغات اللي ناقصه في اللوكيشنات هنا، مثلا في كوالالمبور زي مثلا مطاعم، مولات، شوارع، كافيهات. نعم. في المقابل جوجل بتعطيك تزكيه انه انت مصور محترف اشتغلت معاهم لفتره معينه، يعني هي الموضوع اشبه بالتزكيه او السيرة الذاتية يعني. بالضبط. احنا نشوف انه هذا الشخص كويس اشتغل معنا فترة. يعني المقابل اللي تاخذه منهم فقط هي التزكية هذه. حقيقة هذا موضوع مهم. هي اللي بحصله انا من جوجل ليس فائدة مادية، يعني جوجل لا يقدموا اي مبالغ مالية. هم فقط يقدموا توصية. يعني حتى في الشروط مثلا لما رسلوا لي في اخر المشروع هذا عشان يعتمد اسمي، رسلوا لي شروط كثيره ضمنها
انه انا لا اتكلم انه انا من مصور، انه انا مصور تبع جوجل، انا لست موظف تبع جوجل. انه انا حتى لا اتعامل مع جوجل، يعني هذا من 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 من, من شروط الاعتماد، انه انا فقط عملت خدمه لجوجل في مجال معين، في المقابل حصلت تزكيه في المساله هذه. تمام جميل. طب ايش المعايير اللي يعتمدوها في اختيار المصورين؟ هو ما فيش معايير معينه، هو شروط معينه. الشرط انه الصور تكون عباره عن 360 درجه، ليست صور عاديه، يعني الشخص يكون عنده كاميرا 360 درجه، وانا اشتريت كاميرا مخصصه عشان الموضوع هذا. بعدين بيطلبوا اماكن معينه، يعني انا مش اصور اي مكان وارفعه، لا انا ممكن في البدايه، لكن في اوصل لمرحله انه هم اللي بيطلبوا مني المكان ده ما فيش صور كافيه، المكان ده يحتاج تصوير، المكان ده في الوقت الفلاني ممكن تروح تصور المكان هذا. بعدين الى ما وصل لمرحله معينه يقول لك انت وصلت لدرجه الاعتماد، هل موافق انه نعتمدك مع جوجل؟ وافق على الشروط هذه. جميل. طيب انا لما كنت ابحث عن الموضوع قرات انه المصور المساهم يحصل على كاميرا، يسلفوا كاميرا او يتعاونوا معه عشان يعطيهم الماده، فايش معرفتك حول هذا الموضوع؟ صحيح، أنا كنت ما أشي اشتطرق للموضوع هذا، لكن طالما أنت اللي تكلمتي صحيح الكلام هذا. أنا طلبت حالياً كاميرا من جوجل. نعم. الكاميرا تقريباً سعرها 150,000 دولار. في هنا في ماليزيا صديق لي شخصياً أعرفه ماليزي قدم للكاميرا هذه قبل فترة وحصل عليها، أنا الآن ما حصلت عليها. أنا طلبتها من جوجل وهي تقدم يعني في أشكال مختلفة. إنه مثلاً إذا في مدينة ما فيهاش محتوى كثير يقدموا الكاميرا هذه، إنه مثلاً إذا أنا رايح بلد جديد زيارة مثلاً كاليمن ممكن يعطونا الكاميرا هذه سلفة أو كعهدة على ما أروح اليمن أصور وأرجعها لهم. هنا في ماليزيا كذلك في ميزة السيارة حق جوجل، إنه أنت إذا عندك سيارة مستعدة تطوع مع جوجل بشكل مجاني مقابل التزكية هذه، ممكن سيارتك يرسل لك أدوات خاصة تركب على سيارتك هنا في فرع جوجل هنا في سنغافورة تقريبا. تشتغل بالسيارة حقك في معدات جوجل جابتها لك، لكن هذه تظل تبع جوجل أولا، ثانيا ما فيش أي مقابل مادي، وهذا اللي شيء أسألك يعني ليش مصرين إنه ما فيش مقابل مادي أكبر من التزكية اللي حطتها في المستوى هذا. نعم، ليش ما فيش مقابل مادي يحفز الناس إنهم يكونوا أكثر؟ لأنه الذي سؤال مهم. أنا شخصياً هنا في ماليزيا أعرف أشخاص كثير جداً في المسألة هذه. يعني تقريباً ما فيش أي شركة في ماليزيا، شركة إنتاج يعني، إلا مساهمين في المسألة هذه. فهذا بيدفعوا كم لكم بيدفعوا؟ يعني تقريباً ماليزيا كلها مغطاة، عشرات الآلاف من الماليزيين يصوروا بالشكل هذا. فجوجل يعني تقول الذي هو مصور محترف عنده إمكانية، عنده كاميرا هذه، ممكن يبدأ يشتغل في البداية، إحنا نعطيه في المقابل توصية أو تذكية إنه هذا الشخص محترف تعامل معنا. جميل. في مرحلة لاحقة إذا شغله كويس ممكن يطلب الكاميرا هذه من جوجل يوقفوا عليه بيعطوه ويستمر نفس الشيء هذا يعني. جميل. يعني الأمور الفائدة منهم فائدة معنوية ليست مادية. طيب. في نقطة هنا إذا تسمح لي أستطرد فيها. تفضل. تفضل. إنه في هذه يعني في إنه في ناس يعني ممكن يأخذوا الموضوع يعني بشكل أثقل شوية، يروج لنفسه إنه موظف تبع جوجل، وهذا الكلام غير صحيح. يعني جوجل محتواه بالعربي، أي شخص يمكن يقرأ المحتوى يعرف الشروط، يعرف ال إيش اللي يقدمه جوجل يعني. أيوه. بعض الناس مثلاً في الفيسبوك من أصحابنا يعني اليمني يقول أنا اشتغلت مع جوجل في اللوكال جايد أو في الجوجل ستريت فيو، قدمت على أمريكا ورايح أمريكا لكن رفضوا حق الفيزا. الكلام ده غير صحيح، جوجل لن تسفرك امريكا ولن تعطيك اي مقابل مادي. الميزه الوحيده اللي تحصلها من جوجل هو التزكيه، او اذا حصلت الكاميرا الكبيره هذه اللي هي 360 تكون بعهدتك وترجعها. ايوه جميل. طيب انا لو اتكلم الان بعيد عن جوجل، اتكلم عن الصعوبات التي واجهتك في بدايه عملك بعد الخروج من اليمن في 2014. لما خرجت من اليمن. نعم. السؤال جميل حقيقه. أنا لما خرجت من اليمن خرجت إلى الدوحة إلى قطر. المسألة الذي يعني المسافة الذي بيننا بينهم مسافة كانت كبيرة كقوة في الإنتاج.
انه واحد يكون مثلا رقم في اليمن عنده معرفه وعنده خبره في اليمن يخرج الى اقرب دوله مثلا هي قطر اللي اشتغلت فيها كان ينصدم. يعني تحت الصفر اشوف مثلا اقدم على شركات عندهم كاميرات عندهم كاميرات بالنسبه لنا في اليمن هذه خيال علمي ما نشوفها الا في اليوتيوب ما نشوفها الا في كواليس الافلام فكانت المساله هنا صعبه للغايه فانا قررت ان انا اكمل اتعلم سافرت ماليزيا عشان ادرس واتعلم وللاسف يعني ماليزيا سوقها اكبر كثير يعني وصلت هنا صدمه اخرى ايضا كشغل بين الماليزيين الصينيين اللي هنا اشبه بالخيال العلمي يعني فعلا امر صعب صعب انه في مسافه فلكيه بيننا وبينهم للاسف يعني لكن يعني انا مثلا شغال في شركه ماليزيه عندهم كاميرا قويه هذه اللي بيصوروا فيها الريد الاليكسا الكاميرا السينمائيه يعني بمعايير حقيقيه ما اقدر امسكها ما يخلونا ما يسمحوا لي يعني اقول لك مستواك لسه ما وصلش فعلا يعني وصلنا للحل هذا رغم انك تعلمت عندهم ايضا يعني هنا حقيقه الامر يعني انا لسه مستجد يعني ما ليش فتره كبيره لكن هي يقول لك مثلا يعملوا اختبار على الكاميرا انا اتعلم من اليوتيوب اتعلم مواقع زي ريديمي في الكاميرا هذه نفسها لكن المستوى ليس مستوى الخبير فيقدم الشخص الذي عنده خبره وتعلم عليها طبيعي طيب تعتقد يعني انه في اكاديميات تخصصات بالاشياء هذه تعتقد انه في يوم من الايام بيتم ردم هذه الفجوه التقنيه بيننا وبينهم في امل والله في السنوات الاخيره السوق في اليمن بدا يتحرك اكثر يعني كجانب فني لكن احنا مشكلتنا في اليمن هي مشكله الدعم والتمويل عندنا في اليمن لا نستطيع او لا اي ما فيش اي حد يقدر الا انه ينتج اعمال تجاريه الاعمال المدفوعه الاعلانات الافلام الوثائقيه منظمات ما فيش مساحه انه يعمل اي عمل فني عندنا الان محاوله حقيقه محاوله ناجحه جدا عامر جمال في 10 ايام قبل الزفه الفيلم وصل للعالميه فعلا. لكن يعني هذا كم اخذ له هو وقت عشان وصل للمرحله هذه سنوات المساله في غايه الصعوبه لكن في حركه يعني في فعلا طيب نرجع نتكلم عنك ايضا كمان ونتكلم انه الى جانب التصوير وصنع افلام تصنع افلام انت ايش هي نوعيه الافلام اللي تصنعها او تحررها انا في الحقيقه شغلي غالبا اعمال تجاريه يعني اعمال مدفوعه اشتغل مع شركات يعني في الغالب فمؤخرا او من لما دخلت ماليزيا اشتغلت في الاعمال في الدراما اما من قبل في اليمن كنت اشتغل في مجال الوثائقي كان الوثائقي سوقه كبير في اليمن المنظمات الدوليه الجهات المانحه كلها تهتم في الوثائقي والتوثيقي لكن هنا يعني في فرص اكثر هنا اشتغل في الدراما بشكل اكبر والدراما هو المستقبل يعني أيوة بالنسبه لي ان شاء الله نتمنى لك كل الخير والتوفيق طيب بما ان احنا تكلمنا على اعمالك ايش رايك نروح نشوف هذا العمل ونرجع لك بعد ما شاهدنا هذا العمل محمد نرجع نسألك ونرجعك للماضي تجربتك في تغطية حرب عمران كيف تشرح لنا تجربتك هذه؟ للحقيقة الأمر في البداية كان في الصدفة دعانا صديقي الله يرحمه محمد اليمني وشخص آخر نازل عايش في صنعاء نروح الى اللواء 310 كان في شعبان 2014 تحمست للفكره انه هذه الايام كانت يعني حرب عمران مشتعله كانت عندها في بدايتها زرنا اللواء القشيبي حرب عفوا اللواء 310
جلسنا يومين في المعسكر في عمران، جلسنا تقريبا يومين على ما اذكر. واجهنا كثير من المشاكل هناك، دخلنا على مناطق الحوثيين، وكان عشان نمشي بدون مشاكل نطبع الشعارات حقهم في الكاميرا، في الكوفيه، في القبعه، في التليفون، في السياره، عشان ندخل الى مناطقهم. طبعا عرفوا يعني مش اكتشفونا، احنا كنا في، دخلنا في منطقه هم عرفوا الحركه هذه واحتجزونا. احنا حصلت ضجه هذيك اليوم لما احتجزونا، احنا خرجونا بنفس اليوم، بس يعني كان الرعب ان احنا محتجزين في عمران في منطقه تبعهم. كانت المساله مخيفه جدا. رجعنا للواء 310 تقريبا، جلسنا اليوم الثاني، فرجعنا الى صنعاء بعدها بكم يوم قالوا سقط اللواء 310، كان في رمضان. انا شخصيا حاولت ان ارجع لعمران لكن كان الموضوع صعب، وهذه اكثر الحاجات الاول من اهم الاسباب اللي خلتني اخرج من اليمن، كانت المساله هذه انه احنا كنا في عمران قبل سقوط عمران، وبعدين بعد ما اجتاحوا صنعاء كان الامر مرعب بالنسبه لنا. انا على طول غادرت. هذا كلين الحمد لله على سلامتك. نرجع نتكلم بشكل عام عن صناعة الافلام ونخرج من هذا الموضوع الحزين. برايك ما هي عوامل نجاح اي صانع افلام؟ التعليم. التعليم يعني من مصادر حقيقية أو مصادر معتمدة أو مصادر رسمية للتعليم، يهتم الشخص في مهاراته أكثر مما يهتم الترويج باسمه. يحتك بناس محترفين، ناس شغالين في مجال عمله في مجال الأفلام يعني، بس يكون عنده خبرة، عنده اطلاع يعني على الأقل معرفة حتى. فأنا شخصياً أشوف أكثر ما يفيد الشخص في المجال هذا إنه يشتغل مع ناس محترفين، مع ناس فاهمين شغلهم، مع فرق كبيرة. في حالة وفرت له فرصة. صح إن الأمر صعب لكن بقدر ما يقدر. بالضبط. طيب أنت شخصياً هل كانت لك مشاركات في مهرجانات أو أي فعاليات فنية؟ حقيقةً المهرجانات ليست المود الذي أنا أسعى له، لكن كانت عندي مثلا مشاركه محدوده في تيدكس صنعاء 2014، محدوده كذا في زاويه صغيره، عرضوا عمل كذا صغير كان على الاثار. مؤخرا في الجامعه الاسلاميه عرضت عمل على الجاليه اليمنيه في 2017 تقريبا. يعني كميه التصفيق وكميه الفرحه اللي شفتها بعيون الناس كانت حاجه يعني. عن ايش كان العمل؟ مؤثره بالنسبه لي، مؤثره قوي. لكن انا بشكل عام كان على التعايش على اليمني، على الاختلافات في المجتمع اليمني، على القرح. ايوه طبيعي، كان محتوى الفكره عن التعايش. طيب محمد، افترض انك رجعت على اليمن يا عوده نهائيه. الناس طيب محمد، نفترض انك عدت لليمن او رجعت زياره مثلا، عن ماذا ستكون مواضيع افلامك بعيدا عن الدراما؟ الأفلام هي الدراما. أنا حقيقة عندي سكريبت أو نص يعني للفيلم، اشتغلت عليه فترة طويلة، كان مشروعي للجامعة قبل فترة، لكن خليته لمشروع أكبر هو لما رجع اليمن. فيلم درامي طويل روائي. جميل. أتكلم على الفيلم يعني ولا بس أختصر؟ اتكلم طبعا، هنش نعرف. طيب الفيلم اسمه خالي الوطاف، يتكلم على قصة في ستينات في ريف من أرياف تعز، على فتاة صغيرة تزوجت، زوجها سافر واقترب في السعودية، والقصص الدراما هذه اللي عاشوا في اليمن، تقول اليمن عارفين أو عاشوا القصص فعلاً. هذه أيوه. قبل أيام التليفونات بالضبط. فأنا عندي نص كامل للفكرة هذه. جميل. لكن أولاً انتظر رجوع اليمن، ثانياً مسألة التمويل يعني الشغل زي هذا يكلف مبلغ فوق 100,000 دولار، فصعب واحد يشتغل إلا بجهات مانحة بتمويل بفريق متكامل. جميل محمد، جميل. وللأسف يعني الشيء هذا صعب حقيقة كتمويل لكن يعني واحد قد يحاول يسعى. احنا نتطلع لفيلمك هذا، نتمنى لك كل التوفيق محمد. طيب محمد،
طموحك باختصار، طموحك او فين شي تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ طموحي يعني على المستوى البسيط او على المستوى الشخصي البسيط انه اخلص دراستي او ادرس في التخصص نفسه في مجال السينما، مجال الافلام. اما بشكل اوسع اتمنى ان انا ارجع اليمن، ارجع اليمن انا يكون الوضع افضل من هذا، نقدر انه نشتغل حاجه فعلا تستاهل الجهد، تستاهل العمر اللي ضاع. وفي مكان يعني الان انا تقريبا لي هنا كم سنه ادرس، فاتمنى انه بالضبط اتمنى انه يعني لما نرجع اليمن نقدر نسوي شيء، يعني وش ندرسناه في الاخير عشان لقمه العيش، لا عشان نسوي حاجه عشان يكون يعني حاجه لها قيمه على الاقل، يعني حتى نفتح المجال او نفتح السوق في اليمن مجال الافلام. جميل محمد، احنا نتطلع لفيلمك القادم ان شاء الله وكل افلامك واشغالك القادمه، نتمنى لك كل التوفيق محمد المشير المصور ومحرر الافلام، شكرا لك.